يمكن النهاردة طبعا معنا واحد من أهم المدربين في الدوري المصري، سواء الموسم اللي فات أو الموسم الحالي. قدر في خلال الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة إن هو يفرض نفسه ويستغل الفرصة ويظهر إمكانياته كمدير فني من خلال توليه طبعا تحقيق نتائج طيبة جدا مع سموحة الموسم اللي فات، والسنة دي بيكمل المشوار مع وادي دجلة، إلى جانب أنه هو بيتمتع بأخلاق عالية جدا سواء في مشواره كلاعب أو كمدرب. معنا ومعاكم الكابتن حمادة صدقي، المدير الفني لوادي دجلة. كابتن حمادة برحب بيك. أهلا بك يا سلام، ربنا يخليك، وأهلا بسادة المشاهدين. طبعا نور يا كابتن. نورك يا كابتن، وأول مرة أجي لك طبعا، و باركت لك قبل كده على البرنامج وبارك لك تاني دلوقتي. ربنا يكرمك، حاجه جميله يعني والله، ربنا يوفقك. ربنا يخليك كابتن. يعني عايز ابدا معاك سخن كده، ايه اللي حصل في ماتش الاسيوطي الاول؟ لا عادي يعني، المباراه نفسها ما كانش فيها احداث كتيره. يمكن كنا ماشيين بشكل كويس الشوط الثاني. يمكن الشوط الاولاني كان موضوع الهواء كان مقصر شويه، ولكن الشوط الثاني قدرنا نحرز هدفين، وجي هدفين فينا باخطاء فرديه. يمكن لو قعدنا ماتش تاني ما فيش جون هيجي فينا، ولكن خطا فردي حصل من لعيب عندي في جون التاني بالذات. يمكن كان فاضل دقيقه على المباراه وتنتهي، وكان خلاص السكه ماشيه ان انت واخد الثلاث نقط والامور خلاص. ولكن هي كره القدم كده يعني. يعني جه جون في وقت ما كناش هيفرق معاك التعادل دوت في ترتيب الفريق في اكيد يعني. انت عارف لو الماتش ده انت يعني في حساباتك، في حسابات بتحسبها، ولكن المباريات بتبقى فيها الارض على ارض الواقع ممكن الحسابات بتطلع غلط، ولكن ده من الحسابات. انت حاطط ثلاث نقط في ماتش الاسيوطي بيحطوك في حته كويسه، يعني كنت هتبقى 43 بينك وبين المقصه ثلاث نقط، وانت عندك ماتشين متاجلين ممكن تبقى انت قريب قوي من المركز الرابع. الوقت هنعاني شويه، هنعاني يمكن المنطقه بتاعت المركز المربع الذهبي بالذات، الرابع بالذات، فيها حوالي خمس ست فرق هيقعد الصراع لاخر اسبوع. اللي يخش المربع الذهبي لاخر اسبوع. المقصه، وادي دجله، المقاولين، اسماعيلي، بتروجيت دخل برضو الوقت بخامس بيننا وبينه نقطه. فالامور طبعا بتبقى، ودي حلاوه الدوري ان الفرق كلها المستويات قريبه. الزمالك وإن بيبتدوا يجروا شويه، عدوا يمكن لغايه وقت قريب كنا قريبين منهم، ولكن النتائج ما مشيتش زي ما كنا عايزين، فهم عدوا بشكل كويس. ممكن تاخد المركز الرابع؟ ممكن توصل المركز الرابع يا رب. ولا صعب؟ لا ما والله ما فيش حاجه صعبه طبعا، احنا بنحاول نجتهد ونحاول نعمل نبقى في مكان كويس في الدوري ان شاء الله. الحاجه الكويسه اللي عملناها السنه دي، يعني يمكن اول ما قعدت مع اللعيبه اول مره اقول لهم انا مش محضر حاجه للسنه دي ولا انتم محضرين، انا ما اعرفش الهدف ايه السنه دي، ولكن قلنا عايزين نعمل حاجه كويسه. يعني الناس تقول في فرقه اسمها وادي دجله ليها شكل في الملعب، اتعلم عند الناس بحاجه كويسه، ادي اداء كويس، ومع الاداء كويس ان شاء الله نوصل لمكان كويس. لكن ما كناش حاطين انت هبقى في مربع، هبقى تاني، هبقى لا. انت عارف بتبقى الحاجات دي بتحضير قبل الدوري، بتحضر وتشوف اهدافك عايز تعمل ايه. لا هو الكلام ان حضرتك مركز قوي مع وادي دجله، على اعتبار ان انت عاوز كمان يعني ترد اعتبار او بالطريقه اللي انت مشيت بيها من سموح. لا خالص. ضحكت ليه؟ لا عشان انت بتقول له ترد، مش هرد اعتبار ايه؟ الحمد لله انا ببقى يعني مركز قوي في شغلي. تقول لي مركز مع وادي دجله، طب كنت مركز في سموحه كويس جدا. ولكن مدرب كره القدم معرض في اي لحظه يمشي. لا امال مشيت لي؟ انت كنت مركز. الحمد يعني لله. يعني انا افتكر طبعا ان جالي مكالمه من مسؤول في مجلس اداره نادي سموحه، انا فاكر كويس جدا، قال لي اسلام احنا اقلنا كابتن حمد.
ففوجئت ما فيش اسباب بدون اي مقدمات، ولغايه دلوقتي ما حدش يعرف السر. ولا نعرف السر. لا انت عارف. لا والله. لا بص مش سر ولا حاجه. تعرف بعد يعني هنا الموسم اللي فات بشكل كويس مركز تاني في كاس ودوري. كان مجلس ده عنده طموحات كبيره قوي او احلامه كبيره اكتر من الواقع. احلامه اللي هو بعد ده يبقى ما ينفعش يتعادل ماتش. ده تفسير انا. يمكن حصلت بعد ماتش المقاولين تعادلت في مصر، كان حصل مشكله ازاي التعادل مع المقاولين في مصر. الله، المقاولين فريق كبير والوضع اتغير. انت كان عندك مجموعه من اللاعبين مشوا، 5 لاعبين اساسيين مشوا وجبت لاعبين جدد. بس انا قلت يا اخوانا لازم اصبر عشان التجانس، تعرف الوقت كان قليل في الاعداد. ايوه بس حضرتك بتقولي طموحات، اي طموحات ديت لفريق اول مره ينافس على يعني ده يحمد ربنا. لا الحمد لله على كل شيء. يعني ان حضرتك مثلا وصلتهم للمنافسه على الدوري الحمد لله في الموسم اللي فات. قول لي السبب من الاخر. لا مش ما انا بكلمك انت مشيت لي من انا سبب. بكلمك يعني الكلام الواقعي واللي حصل ده طموح مشروع اللي انت بقيت تاني دوري وتاني كاس. لو بتكلمني على فرقه بتاخد الدوري بتنافس على الدوري كل سنه ممكن اشرح لك حاجه. بس بيبقى في مثلا هم موجودين في المربع الذهبي، لكن سموح مع كامل احترامي للفريق طبعا، لكن في نفس الوقت دي اول مره نشوف فريق سموحه في بينافس على الدوري، اول مره بتوصله لدوري الابطال وبيشارك دلوقتي بدوري الابطال، وبالتالي ده من خلال حس ان الجهد ده اتسرق منك. لا خالص. خالص والله. هي فكره بس يعني فكره بقول ايه، ان الفريق وصل لمكانه معينه المفروض لما يبتدي السنه اللي بعديها يبقى يفكر في الدوري. ده الطبيعي. فلما يحصل تعثر في الاول، ما حصل. انا لعبت 4 ماتشات، كسبت 2 وتعادلت مباراه وخسرت مباراه. ما لعبتش يعني ما خسرتش الاربع ماتشات ولا حاجه. لا كان عندي 7 نقط. الفكره وشرحتها للناس بس الناس ما فهمتش الفكره دي. الاعداد كان قليل والمجموعه اللي هي 5 لعيبه مؤثرين مشيوا، فطبيعي لما تدخل الخمسه مكانهم محتاجين وقت لترسي سلوك تكتيكي في الملعب، وفي التجانس محتاج وقت من خلال الماتشات. طب انت وافقت ليه على الخمس لعيبه ان هم يمشوا؟ عمري ما وافقت طبعا. ما وافقتش طبعا. ما وافقت. لا المهندس فرج عامر قال ان هو حصل على موافقه كتابيه من استحاله. يعني ايه استحاله؟ لا عمره ما حصلش طبعا خالص. لا. ولا مضيت على موافقة. لا خالص. هي القصة كلها ايه عشان ابقى صريح معاك. لما يجي عرض قوي، لو انا رئيس نادي وجالي عرض قوي مثلا في طارق حامد ب 7 مليون جنيه، عمرها ما حصلت في نادي سموحه. بالمناسبه هو طارق حامد يستحق 7 مليون جنيه؟ يستحق 7 مليون جنيه. يستحق. شايف ان يعني في لعيبه في مصر. لا الارقام انا ما اعرفش، بس هو يعني لعيب لعيب كويس. الارقام دي مش بتاعتي، ما اعرفش بقى يساوي كذا يساوي كذا، ولكن لا تقديرك انت كمدرب لعيب كويس. لا لعيب بص كان عندي طارق ده من الاعمده الرئيسيه في الفرقه. بس هو ما بيلعبش بشكل اساسي كتير. معلش يعني الا الفتره قريبه دلوقتي مرحله ومرحله. نادي الزمالك في الوقت كم من اللاعبين غير عادي في كل مركز، يعني بالذات في قلب الملعب وسط الملعب المدافع بالظبط، ولاعيبه على مستوى عالي. ففي منافسه. طارق بيلعب شغال، احمد توفيق لاعب ده قاعد، ابراهيم صلاح لا في لعيبه كويسه جدا في المنطقه دي، ففي منافسه. 7 مليون رقم يستاهل؟ سيبك من الرقم، يعني ماليش دعوه بالارقام. انا بتكلم كبير. طب ما انت في عندك كذا لعيب بارقام اكتر من كده، يعني انت جيت على طارق ب7 مليون. لا هو اكتر. لا انا بكلمك ان اكتر يمكن من اعلى الصفقات اللي تمت في على مستوى الانديه. لا ان لم تكن في صفقات اكتر. لا انا بتكلم على 7 مليون جنيه الرقم. لا في انت محتاج يعني الزمالك كان بيدور على حاجه كان عنده خلل السنه اللي قبليها في المنطقه دي. طيب شايف لما مجلس الاداره وحضرتك بتقول لي ان ما خدش موافقه من حضرتك. لا بص انا اكمل لك عشان ابقى انا ما بحبش اكذب طبعا. اتفضل. موافقه ضمنيه كرئيس مجلس اداره، جه مبلغ كبير في اللاعب ده، جه مبلغ كبير في حمودي. اللعبه ديت لو ما مشيتش من النادي كانت هتقعد مش هتلعب، يعني عارف واحد جاي له بازل تقول له لا هتقعد مع الفرقه. بس ده قرار مجلس اداره مش قرار انا. يعني قرار مجلس اداره انا ما كتبتش ورق بالموافقات، هو بيسالني قلت له فنيا ما اقدرش اسيب الناس دي، الاداريين دي بتاعتكم انتم.
ده طبيعي. انا ما املكش لعيب في النادي يعني، انا كمدرب ايوه بس في النهايه اي صفقه بتيجي او بتمشي هي من خلال المدير الفني بالظبط، فلازم اكتب موافقه كده، ما كتبتهاش ما كتبتش بقول انا موافق على انتقال فلان. طيب معلش استحملني يا كابتن، انت ماسكها ليه النقطه دي؟ انا عايز اوصل ان مدرب حقق نتائج كويسه قوي تمت اقالته في ظروف غامضه. مش غامضه، هم بص طب الفكره ما وصلتش عند الناس. ما وصلتش لما تمشي مجموعه ديت، يعني لو معايا المجموعه ديت هنكمل مكملين السنه دي مش هتتعب في حاجه خلاص بقى، بتعمل اضافات بسيطه قوي عليهم. طب ليه سايت النتائج بعد ما انت مشيت في يعني مشيت؟ انا شايف حاجه حاله نفسيه، حاله نفسيه عند اللاعبين. اللعيبه كانت رافضه ان انت تمشي او ما كانتش حابه؟ كان في علاقه، كان في كيمياء؟ لا كان في علاقه كويسه جدا جدا لغايه النهارده مع اللعيبه الحمد لله. بس بتيجي مثلا لما بيجيب مدرب ما بقصدش طبعا لافاني، يعني يمشي مدرب ويجيب مدرب ممكن يعمل فرق جامد معاهم وممكن يجي بنتيجه عكسيه مع اللعيبه. برضه ما وصلتش للسبب معاك انت مشيت ليه؟ لا انا شرحتها لك. لا ده فنيا انا بقول هم ما استوعبوش يا كابتن. مجلس الاداره ما استوعبش الكلام اللي انا قلته، اللي انا مستني اصبر على الفريق عشان يعتبر نصه جديد. طب كابتن هل انت يعني حاطط في اعتبارك التصريحات اللي قالها فرج عامر وقال يعني انا مش عايز افضح الدنيا، انا مش عايز اتكلم، انا مش لا وقتها رديت. لا وقتها رديت رد قاطع وطلع بعديها اعتذر ورد قاطع. انا رئيس نادي شايف في حاجات عندي مخبيها ليه لازم اطلعها. انا قلت له طلعها، غلط ان انت تخبي حاجه. واتناقشنا وتعاتبنا. هو قال لي كده هو بيوصل له معلومات غلط مثلا من حد في النادي. لا ده ماضي، هو ما يعرفش طبعا الراجل رئيس نادي يقعد مع ده ماضي ما مضاش. لا لو جه فرج عامر كلمك وقال لك ترجع سموح هتوافق؟ علاقتي بيهم طيبه جدا، لو انا مش مرتبط بحاجه لو لازم ما عندكش مشكله لازم افكر في الموضوع، ويعني ده موجود وده موجود. لو انا مش مرتبط دي معناها انك انت مش حابب. لا خالص، انما انت لو حابب هتقول لي اه طبعا يا حبيبي. لا اي حاجه بتجي لازم افكر فيها كويس وادرسها كويس. ادرس الهدف بعد ايه؟ التعامل مع المجلس الحالي ممكن يخليك تفكر ان انت ما تدربش سموحه؟ لا علاقتي بيهم كويسه جدا. بعد ما مشيت بالطريقه دي علاقتي كويسه جدا بيهم لغايه النهارده. شايفها ان كانت طريقه مش ما يعني ما تليقش بتاريخك وباسمك؟ لا بص، التوقيت اللي انا مشيت فيه مشيت وانا رافع راسي من نادي سموحه. مش ماشي وانا دماغي مدلدله، انا خارج من الباب العالي الحمد لله. بدليل ان انت جالك عروض كتير. اقول لك الحاجه، العروض اللي جات لي بعد ما مشيت بنص ساعه مش بيوم، بنص ساعه. كان منها دجله ولا كان دجله نمره واحد ونادي تاني في مصر نمره اتنين ونادي في الامارات في نفس اليوم. نادي في الامارات يعني معروف في نفس اليوم. هل النادي المصري ده كان نادي شعبي نادي جماهيري؟ لا لا ولا لا 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 نادي شركه؟ لا لا. نادي كان امبي، كان بتروجيت. كان بتروجيت. ليه فضلت دجلة على بتروجيت؟ والله يمكن مهندس مجد كلمني ويعني فكان اول مكالمه معاه ف انت استقربت؟ لا الاثنين لا ما بتروجيت يا عم المدرب ياخد شطته بيلف في كل حته. لا يعني بتروجيت مع الاحترام اليوم، لا فرقه كويسه جدا وناس احترام غير عادي. بتروجيت غير عادي كمجلس اداره والناس اللي كانت حاجه فوق الوصف يعني. بس انت عارف لما تيجي ترتبط بحاجه اتكلمت واديت موافقه على طول، وموافقه مش مندفعه خالص. يعني انا اعرف دجله كويس يعني من الاول، عارف ايه السيستم الموجود هناك، ايه اللعيبه الموجوده، ايه النظام الموجود. ولما دخلت لقيت اللي انا فعلا حاسبه كويس موجود. الناس دي طالعه بخطوات منتظمه مش متسرعه ولا بطيئه، يعني بيبنوا بنى بشكل مدروس بشكل كويس. عشان كده بتقول انت السنه دي تروح فين؟ لا هو السنه دي بيحاول يعمل شكل قبل ما يجي كمان، ويبني للسنه الجايه حاجه تاني. يعني كل سنه بتنتقل من مرحله لمرحله، في الاخر لازم توصل لفريق منافس في الدوري مش بطل دوري. يقول الواد دجله ده فريق كبير بينافس زي النهارده. ده معناه ان انت مش هتستغنى عن لاعبين للاهلي او للزمالك العروض اللي جايه مثلا؟ بص لرجب برضه ما تسالش مدرب انت تستغنى عن لاعبين. لا انت اللاعبين دول ملك النادي،
بص في فكر احترافي، الانديه دي دلوقتي اللعيبه دي راس مال النادي. يعني ممكن يكون عندي لعيب، بس ده بيأثر على اسم الكابتن. لا يعني انت النهارده لما خمس لعيبه مثلا مشوا من سموحه، يعني اسماعيل لما مشي عنده جون انطوي هل كان ممكن العرض ده يجي ما يمشيش جون انطوي؟ عرض كبير جدا. يعني هي الفلوس هي اللي بتتحكم في مصائر اللاعبين والانديه والمدربين، ما تبقاش وان واي اتجاه واحد. لا انا بس في جزء حضرتك في جزء معين. يعني النادي الاهلي مثلا كان عنده فلافيو لعيب كويس قوي، وفي وقت باعه ليه؟ جه مبلغ خيالي 2.5 مليون يورو. لازم يبيعه يعني من كلام، واقدر الفلوس بتتحكم. اقدر ادور، لا ما ده فكر استثماري لازم ادور. اذا الفلوس هي اللي بتتحكم. هو لعيب واحد مثلا جاله حاجه فوق الوصف مثلا، مبلغ كبير، فالنادي لازم يدرس القصه ديت مع المدير الفني، يدرس هل نقدر نجيب بنص المبلغ ده لعيب برضو على نفس المستوى؟ ممكن، لا مش ممكن، طب خليه. طب اقول لك على حاجه، استانلي جاله في يناير مبلغ كبير جدا في قطر، في قطر يعني حوالي 18 مليون جنيه. منين؟ من نادي في قطر، ما اعرفش، كان بعت حد، بعت وكيله بتاع، قعدنا كلمنا ودرسنا، بيقول لي، قلت له فنيا لا طبعا ده من الناس اللي ماشيه معايا بشكل كويس جدا، ما اقدرش. نفس القرار بتاعك قرار المهندس ماجد سامي، قال لك لا مش وقته، خلينا ماشيين صح. هو يعني لو جه رئيس النادي قال كلام غير اللي ممكن تكون غير رايك او غير رغبتك، بتمشي كلامك انت ولا كلام رئيس النادي؟ بص يا، ولا عشان اكل العيش؟ لا 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 لا، بص طيب فاهمك الحاجه. نجاوب بعد الفاصل. طيب نطلع فاصل ونكمل مع الكابتن حماده صدر. لسه مكملين مع الكابتن حماده صدقي المدير الفني لوادي دجله. كابتن حماده، بنتكلم على ان رئيس النادي ممكن انت كمدرب تخاف على اكل عيشك، ممكن يحصل صدام. في ناس بتفكر بالطريقه ديت، هل انت من النوعيه ديت ولا لا؟ يعني ما يخاف على اكل عيشك ازاي يعني؟ يعني انت لو دخلت مثلا في مشكله كان مع فرج عامر وقلت له لا طارق حامد ما يمشيش، وانا مش وانا همشي لو طارق حامد مثلا، خلاص احنا عايزين نفس القصه. انا بقول لك نفس القصه، ماجد سامي رئيس النادي الحالي لوادي دجله، لو جه او في عرض من زي ما بيتقال رجب نبيل اللي هو لاعب الفريق من النادي الاهلي، وات ايفر بقى بمليون باثنين بثلاثه باربعه، وانت محتاج اللاعب، وفي نفس الوقت رئيس النادي جه قال لك لا في ده مبلغ مالي داخل النادي واحنا عايزين نبيع، موقفك هيكون ايه؟ بص اقول لك على حاجه، يعني انا في فكر، يعني يمكن انا يعني الحمد لله ربنا اكرمني، روحت طلعت بره كتير، شفت السيستم بتاع الانديه بره ودرست حاجات كتير، حاجات اداريه. بيبقى في نظام مثلا في انديه تقول انا هوصل لمركز كذا قبل البطوله، هوصل للخامس وهشارك في البطوله، وفي نفس الوقت عايز اعمل جزء استثماري من بعض اللعيبه اللي عندي، يبقى مش جايب على بطوله. في انديه زي برشلونه وتشيلسي والارسنال وقتها، كلمني في الدوري المصري، هقول لك بس اقول لك بس الفكره نفسها. اه فيقول لك لا ده انا جاي بلعب على بطوله، انا هدفع فلوس كتير واشتري لعيبه عشان اخد بطوله، زي ما الزمالك عمل. زي الزمالك بالظبط، الزمالك عمل كده، بس في نفس الوقت الزمالك جاله مثلا اعرف عبد الشافي، هو كان اشد الاحتياج ليه. ايوه بس هو لو ما عندوش بديل لعبد الشافي مش هيستغنى عنه. وقعد فتره يا عيني والناس ابتدت تقول يعني ازاي ما الزمالك في مرحله ان هو ياخد بطوله. ياخد بطوله بالظبط. صرف كام السنه دي؟ صرف كتير، ما كسبش. كسب خسر، مش خسر يعني، كسب مكاسب ماليه اللي هو معنويه، اللي هو ياخد البطوله. بيسعى للبطوله، هو بيرجع اسم نادي الزمالك مره. تمام. هل كل الانديه في مصر صرفت المصاريف دي عشان البطولة؟ بكلمك اسمك انت، اسم انا هيأثر عليك ولا لا؟ انا النهارده لعيب كويس عندك، لو عندي حاجه فنيه هتأثر على الفريق عندي، لا مش هوافق خالص، مش هوافق. يعني ما تجيش تقول لي مثلا انت عندك خمس لعيبه السوبر اللي عندك هبيعهم السنه الجايه ومش هجيب لك حد. لا طب ما خلاص، طب مع السلامه. لكن انا برضو كمدرب عندي طموح، عايز اعمل حاجه، مش عايز، مش اسمي، مش عايز شغلي يبقى فيه شكله مش كويس، عايز برضه اظهر بشكل كويس.
لازم امشي الخطوط كلها قريبه من بعض. كم لاعب عندك يستحق ان هو يكون موجود في الاهلي او الزمالك او يحترف بره؟ لا في لعيبه طبعا. زي قول لي اسماء. لا اسماء ما بحبش اقول اسماء. الناس شايفه وبتقيم الفريق. يمكن فرقتي عامله فيها الشكل الجماعي اكتر. بيقدم بشكل جماعي، يمكن بيظهر لعيب او اتنين، لكن الشكل اللي واضح اللي هو فيه شغل جماعي بيتعمل. لكن عندي اكتر من 3 4 لعيبه ممكن يلعبوا في انديه كبيره، يطلعوا بره بشكل كويس يعني. طيب كابتن حماده، هو الكلام او الاتهام اللي لحضرتك انك انت بتنجح مع الانديه، انديه الشركات مش الانديه الجماهيريه، هو انت ما مسكتش لسه انديه جماهيريه؟ ما لسه لا مسكت بره في السعوديه يعني في نادي جماهيري بتاع بلد جماهير كبير جدا، الحزم السعودي، وصعدت بيه دوري ممتاز. لا انا بتكلم ان البعض يقول لك ان حماده صدقي لا يعني شخصيته هادية، ما بيحبش الضغوط الجماهيرية، وبالتالي ممكن ما ينجحش مع الأندية الجماهيرية. ما بنلاقيش حضرتك مثلا مترشح للإسماعيلي، للمصري، للاتحاد السكندري. لا اترشحت والله. اترشحت لأن اترشحت أندية جماهيرية كتير الحمد لله. لا يعني لمين؟ لا اترشحت. لا هو ممكن عن طريق وكلاء، مش من الأندية، ممكن الله أعلم، بس يعني اترشحت يعني من في اكتر من نادي جماهيري. الاسماعيلي؟ لا اكتر من نادي جماهيري فتره معينه. فتره مش دلوقتي، فتره معينه. طيب ما فتره معينه بس ده قبل كابتن طارق يحيى يعني قبل كابتن ممكن طارق. كان عن طريق وكيل مش من نادي، حد كلمني قلت له كنت. طب رفضت يعني. ليه؟ لا مرتبط بك، كنت مرتبط بعقود يعني عشان مرتبط طبعا بديك. مرتبط طبعا. ولا خفت ان انت تاخد خطوه زي كده؟ لا خالص. لو انا مش بشتغل لازم افكر في الخطوه دي كويس جدا وادرسها كويس وروح. كابتن يعني بكلمك في فكره برضو ان يعني الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها فيما يخص الفلوس انها بتتحكم في مصائر اللاعبين والمدربين. هل احنا ممكن نوصل بالفكر دوت ان الانديه دي تقضي على الانديه الشعبيه؟ هو الفكر كله في العالم كده، استثمار وازاي انمي الموارد اللي عندي وازاي يبقى عندي استثمار في كره القدم. بس احنا ماشيين بشكل عشوائي. في مصر ما اعتقدش في نادي بيكسب. اشك ان في نادي بيكسب الكوره. هتلاقي نادي اتنين لما بيقولوا مثلا لعيب معين طلع بره وجاب مبلغ. لكن دلوقتي يمكن انا قعدت فتره في سموحه وشايف انديه كتيره، ما تقعد 3 سنين ما فيش دخل داخل لك من الكوره، حتى المليون اللي كان بيجي لك من الاهرام بيجي لك مش عارف مين مش موجود، وانت بتشتري لعيبه بمبالغ كبيره. طيب يعني مع احترامي لوادي دجله، ويمكن حضرتك لسه يعني ده اول موسم معاه، لكن مثلا لما تيجي تبص على الانديه اللي هو بيودي فين، هو بيودي للارس البلجيكي بس. تمام. لكن في حين مثلا لما بتيجي تبص على الانديه اللي بتتكلم في الفكر الاستثماري بجد، هتلاقي نادي زي المقاولين طلع مثلا محمد النني لبازل، طلع محمد صلاح الى طبعا بازل، ثم تشيلسي، ثم دلوقتي في فيرونتينا. لكن انت النهارده الفكر الاستثماري هو فكر استثماري خاص بالنادي بس، او ما بيعودش بالفايده لا على اللاعب ولا على المنتخب. على وادي دجله يعني؟ بالظبط. ولا على المنتخبات الوطنيه. لا انت يعني قول لي مثلا مش عارف انت. لا مش عارف. هي وادي دجله مش النادي الكوره ده اللي انا فيه. وادي دجله عنده 3 اكاديميات كره قدم، نادي ليرز، كل الاكاديميات بتاعت غانا ومصر وبلجيكا. فريق ليرز متكون من الاكاديميات ديت، والناس دي جالها عروض بمبالغ كويسه جدا. يعني في لعيب ممكن تلاقيه في منتخب مصر قريب، كريم بيلعب باك ليفت في ليرز، موريس 96 واساسي في فرقته هناك، بيلعب ماتشات كلها. كان قبل كده في منتخب تقريبا كابتن عامر مايوب، واحتمال يروح المنتخب الاول. لعيب كويس جدا. في لعيب اسمه زيزو لعيب كويس جدا برضه، مواليد 95. ايوه بس المنتخب الاول مثلا ده، لا ده احتمال رايح المنتخب الاول. لا احتمال، انا بتكلم على بصفه عامه يعني كم لاعب وادي دجله مثلا، انا ما بتكلمش حتى دلوقتي، انا بتكلم على قدمه للمنتخب الاول، للمنتخبات الوطنيه، المنتخبات الناشئين والشباب. يعني بعكس مثلا ام بي مثلا زي صالح جمعة، بتلاقي كهربا، بتلاقي تاريخ ام بي قديم قوي، وانبي بنى من زمان يعني. اول ما بدا انبي ما كانش كده. كبر مع الخبرات، مع ابتدى يعمل قطاع كبير تحت،
ده وادي دجله ماشي في الخطوات دي كويس من دلوقتي، بس هو انبي سبق بفتره، المقاولين سبق بفتره. النادي وادي دجله ما كملش 6 سنين 7 سنين. كابتن، تدريب الانديه مختلف عن تدريب المنتخبات؟ اه مختلف طبعا شويه. اه الانديه انت بتشتغل كل يوم، كل يوم شغل، وتقعد تحضر يعني قبل الموسم واثناء الموسم وبتعمل برنامج. تدريب الانديه اصعب؟ اصعب. المنتخبات متعب مش اصعب. الاثنين في درجه المنافسه فين دي الصعوبه فيها. يعني انت بتشتغل في نادي بتلعب على بطوله، درجه صعوبه وتعب. المنتخبات وقت الشغل بقى يعني بتشتغل اداري اكتر من فني. يعني بتقعد مثلا انت عندك بالظبط في السنه 6 مواعيد أو 8 مواعيد اجنده على خلال 12 شهر، فانت عارف برنامج بتاعك ومحضره كويس جدا، بس بتقعد بقى تلف على الانديه، بتتفرج على البتاع، بتعمل تقارير. يعني مدرب المنتخبات ما ينفعش يدرب انديه؟ لا ينفع طبعا. صح، عادي. لا ينفع، بس في فرق يعني ايه. متعب اكتر. متعب اكتر الانديه، متعب طبعا، ان انت بتشتغل كل يوم. لو كان اتعرض عليك المنتخب الاولمبي كنت هتوافق في حاله رحيل كان حسام البدري للاهلي؟ هو اتعرض ولا لا؟ لا لا ما اتعرضش. لا ما اتعرضش. هو كان اسمك مطروح بقوه؟ ما اعرفش والله، ما حدش قال لي، لكن ما بص انا ما اشغلش بالي بحته يعني. هم كتير قوي احمد اما كلموا، انا بقول لحضرتك معلومه، هم كلموا كابتن طارق العشري، وكابتن طارق العشري اعتذر عن تولي تدريب المنتخب الاولمبي، وبالتالي كانوا رايحين ان حضرتك تتولى المسؤوليه. هل لو كانوا اتصلوا بيك كنت حضرتك هتوافق ولا لا؟ لا في التوقيت ده ما كنت مع يعني الموافقه كانت تبقى بعيده شويه في التوقيت ده بالذات. لكن ليه؟ من بدايه المنتخب وتكوينه كان ممكن افكر فيها كويس. كان غريبا ان انت ما تترشحش او ما تكونش موجود مدرب للمنتخب الاولمبي على اعتبار ان انت عندك خبرات في المرحله السنيه ديت. لا بس اللي ترشح كابتن حسام بدري، عنده يعني راجل اسمه كويس واسم كبير وعنده من الخبرات وعنده من النجاحات اللي تاهله في المكان دوت. ما بزعلش. انا بكلمك عليك انت كابتن. لا ما بزعلش، لا خالص. لا خالص، عارفش انا جوايا، انت مش هتصدقني يعني، قدام جوايا قناعات بكده يعني. انا بص يعني ربنا يجيب لي الخير في شغلي، بدرسه كويس وبروح وانا شغال في مكان كنت في سموحه او في وادي دجله مرتاح ومبسوط. ما بفكرش وانا شغال في حاجه تاني يعني، وانا شغال لكن ما بقولش لا انا عايز نفسي اروح هناك المنتخب يعني. وعمري ما كلمت حد من مجلس الاداره اقول مثلا ايه، زي ما الناس بتعمل يقول لك يا رشح رشح رشح. عمري الناس بتقيم شغلك وبتقيمك، ولما تقيمك تجيبك. لكن هل هي ماشيه كده بالنسبه للمنتخبات؟ ما اعرفش. لا يا تقول لي لا ما اعرفش، يا تقول لي لا ما اعرفش. لا اصلا ما اعرفش، لكن ببقى سعيد جدا لما احس اسمي في المواقع او في البتاع حماد صدقي مرشح لكذا كذا، ببقى سعيد. لكن شايف ان انت يعني مظلوم اعلاميا وما بتعرفش تسوق نفسك؟ لا الحمد لله، سعيد باللي انا فيه يعني. ايوه انا يعني ربنا يعني يدي لك الافضل دايما. لكن هل انت شايف مقتنع ان الجهد اللي انت بتعمله في الملعب بتلاقي مقابله اعلاميا، بتلاقي تقدير منه؟ من تقدير ده ماتش وادي دجله وسموحه، ولاعيب سموحه كلها جايه تسلم عليها. ده رد على رأي ده؟ مش رد ولا حاجه، لا في علاقه كانت مع الناس دي، علاقه كويسه جدا. هو كلامك ده موجه لرئيس نادي سموحه مش ليه؟ يا عم المهندس فرج ده حبيبي وصاحبي، وبنتقابل الوقت واصحابه حلوين وكل حاجه يعني. ما خصمش من اللعيبه لما جم سلموا عليه؟ لا خالص. لا متاكد؟ لا متاكد طبعا. سالتهم بعد كده؟ لا ما سالتش، بس انا عارف، هو عارف الناس يعني علاقتي بيهم باللعيبه عامله ازاي ولغايه النهارده. وبكلم مهندس فرج كل لما يا ربنا يكرمه في افريقيا، وكنت بكلمه، كلم كابتن حلمي طول ما ببارك له. خلاص ده. طيب خلينا نخرج من القصه دي، برضو كانت عرض اسمك انك تيجي مدرب عام مع كوبر في المنتخب الاول. لا ترفضها تماما. ليه؟ خلاص يعني الحمد لله، انا مش عايز ارجع خطوات لورا. ايه اللي رجعني خطوه لورا وانا بحاول عرض اسمك وقت ما اتقال برضو ان حسن شحاته هيمسك المنتخب الاول، ان حضرتك هتيجي معاه مدرب عام؟ هو ما حصلش الكلام خالص. ما حصلش الكلام خالص؟ لا اتعرض زي ما بيتعرض. يا بقر مثلا لك المرشحين للمدرب عام طارق وحماده وهاني رمزي، واحد فيهم مش عارف حماده ومين،
بيتعرض لكن شايف ان يعني كانت الافضل الفتره ديت ان المنتخب الاول يتولاه جهاز مصري زي ما كان بيتقال مثلا حسن شحاته وحماده صيدي ولا لا؟ بص طبعا كابتن حسن اللي كان يعني كان لازم يروح منتخب مصر الفتره دي يعني كان لازم احتياج الفتره دي حد ليه بقى؟ انت عندك مشاكل في الدوري، مشاكل في اللعيبه، مشاكل محتاج حد عايش ومين يعني مش هقول اصلح مين في الصوره وقادر على حل المشاكل ديت وشاف اللعيبه كلها واشتغل في الدوري وعارف اللعبة كلها، كان الكابتن حسن شحاته. كنت هتوافق تيجي معاه مدرب عام؟ كنت هفكر فيه يعني، كان عارف انت عارف معز الكابتن حسن عندي بطريقه غير عاديه. انا عارف ان في بعض من الناس اصدقائك واللي كانوا لاعبين سابقين في النادي الاهلي كلموك وقالوا لك ما توافقش لو اتعرض دوت، صح؟ اه بس مش يعني كان في ناس بتقولك لا روح وناس بتقولك لا لو تعرض ما تروحش يعني مش الفكره عشان كابتن حسن ولا عشان حاجه لا يعني او انا كنت شايف ان انا خدت خطوات ايه اللي هيزودني لو يعني ايه اللي هيجي لحماده لو رجعت الخطوات دي لا انا عايز اقف في المكان دوت وابص لقدام يعني مش عايز ارجع خطوات لورا لان اشتغل مساعد تاني خالص مع الاحترام لا مع الاحترام يعني حتى لو اتعرض عليك مدرب عام في النادي الاهلي مع المدرب الاجنبي لا طبعا شو خالص عشان المرحله اللي بيمر بيها النادي الاهلي ولا لا خلاص انا مرحله ليا انا كمدرب مش عايز ارجع لورا طبعا كانت مرحله الحمد لله قضيتها انا شايف ان انا كنت راضي عن ادائي فيها اللي انت بتشتغل زي مساعد جيد جدا امين مستشار فني للمدير الفني ما ده رايك استشاري لكن النهارده انا باخد القرار مش عايز ارجع استشاري تاني خلاص مرحله وعدت انت الوقت بتاخد القرار بتاعك بتعرف تدير كويس الحمد لله في فرق كبير قوي بين كده وبين كده ودي لازم مرحله اعدي بيها لازم اعدي بالمساعد بالمدرب العام بالمدير الفني المراحل اللي انت بتعديها يمكن انا قعدت فتره طويله في المساعد او المدرب العام فتره طويله وقبليها كنت مدير فني يعني قبل ما اروح المنتخبات اشتغلت فتره طويله مدير فني شايف ان انت ظلمت نفسك لما قعدت فتره طويله كرجل تاني او رجل ثالث لا خالص خالص ليه كان الفتره فيها نجاحات كويسه جدا اللي هي فتره المنتخب 7 سنين منتخب وقبليها الشباب الحمد لله كنت مدرب عام ورحنا كاس العالم في هي بمناسبه ال7 سنين والنجاحات في المنتخب هسالك سؤال يعني هتجاوبني عليه بعد الفاصل هو فعلا شوقي غريب اللي كان بيعمل كل حاجة في المنتخب الأول؟ نطلع فاصل يعني ولا نتكلم دلوقتي؟ يا يا لا لا لازم أجاوب لازم أقول خلينا نطلع فاصل نطلع ونرجع فاصل. تاني قول لي بقى كابتن حمادة نعم شوقي غريب فعلا اللي كان بيعمل كل حاجة في المنتخب الأول وكان السبب في البطولات اللي خدناها في المنتخب الأول أو ال3 بطولات السؤال ده بقى قديم قوي والناس اتكلمت فيه كتير لا ما انت اتكلمتش اقول لك الشغل كان ازاي الشغل كان ازاي كان في قائد للمجموعه كابتن حسن كان في اللي بيحط كل حاجه كابتن حسن والمساحه كان واخد المساحه يعني كابتن حسن هو المدير الفني اللي بيدير بعديه كابتن شوقي غريب المساحه اللي بعديه في الشغل المدرب العام كابتن السؤال واضح واضح جدا شوقي غريب وانت كنت شايف في المنتخب ولا انا شايف في المنتخب لا انا بكلمك انا بكلمك اللي في المنتخب بيحصل كان شوقي غريب المدرب العام ليه المساحه بتاعته كمدرب عام وشوقي غريب شاطر جدا في شغله اكيد وانا كان ليا المساحه الازهر كان راجل مساعد ماشي بس كلنا بناخد تعليماتنا كلها من كابتن حسن يعني هل انا اقدر اعمل يعني حاجه يعني غير صحيح غير صحيح طبعا غير صحيح لكن ادي شوقي حقه طب ودي ليه العلاقه توترت بينك وبين شوقي غريب لا مش متوتره دلوقتي اتوترت بعد ما اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير يعني لا يعني في يعني شوقي ده يعني عشت عمري وهيقعد اخويا طول العمر وكل حاجه ويمكن موضوع ابنه ساعه كنت في سموحه بس والموضوع قلناه كذا مره ويعني كان ابنه كان تحت السن وكان المفروض يتأيد السنه اللي بعديها فوق السن ففي تقييم حصل من وجهه نظري التقييم شفت ما يبقاش يعني مش هيقدر ينافس الناس الموجوده بس فحصل زعل طبعا من الكابتن شوقي اللي انا ما قيدتوش فوق لكن هو لو تحت السن يبقى كان موجود في النادي يعني كان الكابتن شوقي جايبه
كان هو تحت السن. فتحت السن ما عندكش مشاكل في القيد. طب كابتن شايف ان شوقي غريب يعني اتظلم لما مسك المنتخب الاول ولا ما اتظلمش؟ بص اي حد كان جاي في التوقيت دوت كان هيتظلم بالظروف الموجوده في مصر، ان الدوري ما في مشاكل في الدوري، ايقاف ومش عارف ايه، اللي مش قادر تقيم مستوى اللاعبين بشكل كويس، مش الدوري شغال كل يوم، انت شايف اللعيبه عامله ازاي. اكيد هو ليه جزء طبعا اتظلم فيه، جزء اداري اتظلم فيه برضو. لما اكون داخل يمكن اتكلمت انا في الموضوع ده قبل كده، وهو كابتن شوقي طلع اتكلم في حته اللي ما كانش يقدر يبتدي الدوري بدري عشان الموسم اللي قبليه كان خلص 19/7، فانا داخل على السنغال وتونس اقوى حاجه، لازم كنت ابتدي الدوري يلعبوا اربع اسابيع قبليها، ده طبيعي. انت داخل مهمه صعبه، ما تعملش التخطيط الصح. ممكن الظروف خارجه عن اراده اتحاد الكره وشوقي، اللي انا داخل على ماتشين اقوياء جدا، واحنا خبرتنا في المنتخبات عارفين الماتش الاولاني في فتره الاعداد بيبقى صعب جدا. فكنا بنتلاشيها، بنبتدي الدوري قبليها، اجمع الناس بدري. يمكن ده ما حصلش، فعشان كده حصل بتلعب في خمس ايام ماتشين سنغال تونس. لو كان اتعرض عليك انك انت تكون موجود مع شوقي غريب في المنتخب كنت هتوافق ولا؟ بص انا احب السؤال ده يتسال ايام ما كان شوقي غريب زي يعني في وقتها. لا انا لكن دلوقتي لو افرض انا قلت لك ايه، لا ما وافقش، ما اقول لك ما خلاص بقى ما شوقي مشي وحصل فشل، فالسؤال نفسه اجابته لا. انا بتكلم في العمل، انا ماليش دعوه بالنجاح او الفشل، لكن انا بتكلم في العمل مع شوقي غريب. والله يا كابتن شوقي غريب انا اشتغلت معاه فتره طويله جدا من عمري، وكان يعني الحمد لله كانت حوالي كتير قوي اكتر من 10 سنين معاه مدرب عام في الشباب في الاولمبي، معاه في المنتخب الاول كراجل ثالث في المنتخب، فهي الفتره خلاص فتره حلوه خلاص وكفايه، ما اقدرش كنت اكمل يعني ايه. وكنت قايل للكابتن شوقي احنا في سموحه، قلت له يا كابتن شوقي لو جالي حاجه انا همشي. غلط انه وافق ان احمد حسن يكون مدير منتخب؟ انا كنت شايف ملوش دور احمد حسن في ملوش دور او ما تفعلش الدور بتاعه الحقيقي. وكان ليا حوار مع احمد حسن، قلت له اعرف اختصاص مدير الفريق ايه. انت كابتن سمير عدلي مدير اداري، قلت له الشغل هيتخش في بعضه، ما انت لازم يعني وانا بشتغل جاي معايا جهاز كل واحد عارف دوره ايه، ما حدش جاي زياده، ما حدش يعمل شغل حد. يعني كل واحد ليه دور وليه واحد اتنين تلاتة اربعة ده شغلي. فكان في تضارب بين كابتن احمد حسن كمدير الكرة وشغل كابتن سمير عدل. كابتن سمير عدل شغل معنا فترة طويلة، ليه شغل اداري، تجهيز منتخب، كل حاجة. انت شغل الاداري مش عايز اشرحه للناس، ولكن ايه الشغل بقى بين الاتنين، في تضارب كبير. علاقة احمد حسن، هل النجومية بتاعت الاتنين ممكن هي اللي كانت ليها دور اكبر، ان احمد حسن نجم وشوقي غريب مدير فني؟ بص مدير فني هو القائد، هو القائد، لازم هو اللي يسوق ويدير المنظومة. ما ينفعش حد تاني يدير، ما ينفعش اتنين بيسوقوا، يعني ما ينفعش الاتنين بيديروا، فشوقي غريب هو اللي هيدير. واحمد حسن ليه شغل تاني، يمكن ليه شغل لمساعد، كل الناس بتشتغل مساعد المدير الفني، يعني كلنا بنساعد المدير الفني عشان ينجح. شايف ان الكوبر الفتره اللي جايه طبعا ده وقت الانجازات، وقت البطولات وانجازات النجاحات، اصعب يعني اصعب بطوله كابتن؟ والثلاثة صعبين طبعا، بس 2006 كانت الناس أصعب كلها بطولة. والله بص 2006 هي كانت اصعب بطوله. كان بقى لنا كتير ما خدناش بطولات من 98، اصعب من 2008 و2010. ما انا هقول لك قبل البطوله ما كانش حد متوقع خالص ان مصر تاخد البطوله. الانجاز اللي انت توصل مربع ذهبي، حتى في العقد بتاعنا مكتوب كده، الانجاز بتاعك توصل مربع ذهبي، تبقى من يعني توصل قبل النهائي في البطوله، مش مكتوب انت تاخد البطوله. فكانت مباريات صعبه جدا وخارج، ما فيش مكاسب قبل كده، المنتخب كان بعيد خالص عن الساحه الافريقيه، فدي تعتبر هي البطوله الصعبه. بس بعد كده لما خدت ثقه وعندك جيل كويس قوي من اللاعبين،
وجهاز متفاهم بشكل كبير جدا، كابتن حسن واحنا وشوقي واحمد سليمان وسامر عدلي والدكتور ماجد وحسام الابراش، كان جهاز يعني انا من احسن اجهزه اشتغلنا مع بعض طبعا. دخلنا 2008 كانت اللعبه دي خلاص بقت ايه الخبرات والثقه، واحلى بطوله اتعملت 2008. البطوله الاصعب بقى فنيا 2010. ليه؟ انت خارج من كاس العالم قبليها بكام شهر من الجزائر، وكان حلم وكنا خلاص بخطوه رجل واحده وتبقى في كاس العالم، فحصل احباط وبتاع اللي انت تقوم بقى من الاحباط دوت وتخش في بطوله وتاخدها، دي كانت دي درجه الصعوبه بتاعتها يعني. كابتن يعني دايما بيتقال عنكو الجهاز دوت هو اكتر جهاز في تاريخ المنتخبات الوطنيه، طبعا البطولات ده بحجم البطولات، لكنكم حصدتوا مزايا كبيره جدا وتشبعتوا بال يعني المزايا ديت، الى جانب ان انتوا في دوت خلاكوا في الفتره الاخيره ما تهتموش بتطوير المنتخب، وان السبب اللي احنا مرينا بيه الى جانب طبعا الازمات والمشاكل السياسيه وتوقف الدوري هو الجهاز بتاعكو، ان كنتوا ما طورتوش المنتخب، ما دخلتوش جيل جديد، وبالتالي احنا بنعاني من بدايه من السنه الاخيره للجهاز بتاعكو الجهاز الفني. يعني هو المشاكل اللي فيها الكره المصريه كان بدايتها الجهاز بتاعنا؟ والله البعض بيقول دوت. مين بعض مين؟ البعض من مدربين، من احيانا لما اطرح اسم خلينا اكلمك بوضوح، اطرح اسم حسن شحاته فقال لك ده فتره من الفترات كان برادلي وزكي عبد الفتاح وقت ما كانوا مسؤولين عن المنتخب، قال لك ان احنا تسلمنا المنتخب كان الجيل خلاص انتهى، وفي نفس الوقت تسلمناه انا مش عايز اقول لك مهلهل وسيء جدا. نفس الامر فيما بعد كان الكابتن شوقي بيقول ان احنا بنبني منتخب جديد، فهي نفس القصه بالنسبه لكوبر دلوقتي او الجهاز اللي موجود المعاون اللي معاه نفس الاسباب بيقولها، وبالتالي ده الكلام ان انتوا سبتوا المنتخب مهلهل. لازم اضحك طبعا على يعني اللي بيفهم كويس جدا، احنا بعد ثلاث بطولات كان بيبقى فيه تغيير بسيط قوي، يعني كل بطوله تلاقي اثنين دخلوا ثلاثه دخلوا، ولكن القوام الرئيسي موجود لاخر بطوله. طبيعي جدا اعلى يعني ثلاث بطولات ورا بعض ما بتحصلش، كان لازم الكيرف بينزل، كان لازم يحصل التجديد. وانت بتجدد هتجدد منين؟ كان في منتخب اولمبي لسه ما لعبش، منتخب شباب ما لعبش، اللي هم كانوا بعد كده نواه المنتخب الاول. اخر ماتش كان جنوب افريقيا، كان اخترنا اثنين، واحد جه المنتخب ما جاش، واحد ما جاش. اخترنا احمد الشناوي كانش لسه لاعب في كاس العالم للشباب، وكان في الصوره محمد صلاح. يعني ابتدينا نبص، بس كنا مستنيين الناس دي لما تلعب هنبتدي ناخد بقى من دوله هيبقوا هم تكوين المنتخب من بعض العناصر اللي هتطلع. اللي جه بعد كده الطبيعي كان الكيرف بينزل، كان خلاص بقى الناس يعني تشبعت كلعيبه بقى، مش احنا كجهاز وجهاز لا خالص. انت بتجدد، بص المدرب بيجدد على طول، انت عندك طموحات، لكن المزايا اللي انت كنتوا حصلتوا عليها المزايا كانت ما خلتكوش تتشبعوا بالبطولات؟ لو خدنا كنا مشينا يعني، لو تشبعنا كنا لازم نمشي، والطبيعي كنا لازم نمشي بعد 2010. الطبيعي بعد الثلاث بطولات. يعني حسن شحاته مثلا غلط او يعني غلط ان هو يكمل قرار انا كنا شايف، كان في بعض فينا شوف الجهاز شايف ان احنا كنا لازم خلاص نمشي دلوقتي، وكان جات حاجات كويسه قوي. مين البعض يا كابتن؟ لا ما هو بنقعد مع بعض احنا، بص كل قرار كنا بنقعد مع بعض نتكلم. الموضوع ده انتهى بقى له خمس ما سنة. خلاص يعني هل القرار حسن شحاته ان انتوا تكملوا كان خاطئ؟ لا كنا بنتكلم كلنا مع بعض. فكرت ان انت تمشي؟ قبل 2010 كمان. انت انا ليه؟ وحصل مشكله كبيره جدا. ازاي حصل مشكله في اتحاد الكوره كبيره، وما كنتش رايح معاهم بطوله 2010 خالص. ما كنتش رايح خالص. ليه بقى؟
كنت دي اول مره لا كنت ناوي يعني لا مش خلاص كنت لا انا اول مره اسمع حاجه زي كده لا 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 ده حصل مشكله كبيره يعني ليه كان جالي المنتخب الاولمبي كابتن سمير زاهر اجتمع بيا وقال لي انت هتمسك المنتخب الاولمبي اللي هو خده اللي اشتغل فيها هاني رمزي هو اللي عرض ايوه فقعدنا قعدات عمل كتيره فعرضوا الموضوع على الكابتن حسن كان قبل ما قعدتوا قعدات عمل عمل اه اللي انا بجهز وبعمل وبتاع ومن غير ما حد من الجهاز يعرف اه ف ولا حصلش حاجه لا 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 هو قال لي هنقعد احنا مع كابتن حسن ونتكلم معاه وبس انت اشتغل خلاص كابتن سمير قال لك ما تجيبش سيره لحد يعني اه انا بقول كلام يمكن ما اول مره اقوله كابتن حازم هو راح لكابتن حسن قال له ده في موضوع 1 2 3 4 كابتن حازم يا بيه كان في تشكيل جهاز وكل حاجه كل حاجه وفلان يقول لك طب خد فلان معاك لا لا فلان مين بس لا انا ما بحبش الحاجات بين السطور انت بنكلف الموضوع اصلا تحب ده خد حاجات بين السطور لا خد الموضوع كله خد الموضوع لا اللي هو الاصلي نفس الوقت الناس بتهتم بالحاجات دي لا ولا بحبش اقول كان الجهاز المعمول مين اللي طرد لا مش هتكلم هو بص راحوا لكابتن حسن كابتن حسن رفض بس كابتن حسن ما قاليش اللي هو رفض بسم الله ما شاء الله يعني انت لا قلت له ان انت بتجهز لا الشغل. كابتن سمير اللي قال لي كده قال لي انا هكلم هقعد بكره مع كابتن حسن ونتكلم في الموضوع وخلاص فقعد معاه وقال ما عرفش اللي هو رفض فحصل اختيار هاني رمزي وباركت لهاني رمزي طبعا كلمته وباركت له طبعا هاني ده اخويا حبيبي يعني وهاني بص يمكن هاني كنت من المدربين انا قلت هاني رمزي لازم كان متواجد دلوقتي في المنتخب الاول في المنتخب يعني كان لازم موجود في الصوره كان هو هاني من المنتخب الاولمبي وقوي مدرب عام منتخب اول يعني واحد بجد يعني عنده كل الحاجات مسك منتخب اولمبي وراح بيه اولمبيات راح منتخب الشباب لعب احترف وشايف كل حاجه وعنده خبرات كويسه قوي طبعا كان ليه يبقى لازم يديه دور في المنتخبات الفتره دي يعني ده بذكر هاني رمزي كابتن حسن رفض فحصل اصل الكلام ده في يومين ثلاثه يعني فجيه اختار هاني رمزي فانا زعلت قلت طب انت بتقعدت معايا ليه في الاول يا كابتن سمير قعدت معايا ليه هو انا اللي طلبت ده انت قلت لي انا شايف فيك تمسك كده وكفاك بقى مساعد هو اللي بيقول لي كفايه مساعد بقى محمد اشتغل قلت له ما انا عايز اشتغل بس مستني الفرصه يا اصل مش عايز امشي كان جالي حاجات بس ايه مش هحقق لك طموحك طب يعني انت كنت عايز تمشي ليه خلاص يعني فتره المساعد دي بالنسبه لي خلاص ما انت خلاص. لو ما عرضش عليك ما انت كنت قاعد ومستمر لا لا ما كنتش عايز تروح لا كنت بفكر اقول لك الحاجه جالي وقتها ولا انت زعلت من حسن شحات ان هو رفض لا انا هقول لك جالي وقتها حاجه في ليبيا وعرضت على الكابتن حسن فقال لا يعني ايه مش وقته برضو فجي بقى الموضوع ده انا كنت عارف الكابتن حسن رفض مش عايز يقول لي فجيت كنا رايحين الامارات بنعمل ماتشين الامارات ونطلع على انجولا وقت الاعلام بتاع دبي لا اعلام دبي قبل البطوله قبل البطوله 2010 مش 2008 يعني. خلي الاعلام بعدين فكابتن حسن قال لي كنا مسافرين دبي قلت له كابتن انا بعتزم مش هسافر حالتي النفسيه مش هتسمح ان انا اسافر وانا مش عايز اشتغل روحت البيت قال لي طب ما تمرنش النهارده يا حماده وريح وارتاح يومين وتعالى لنا على دبي او تعالى لنا على قلت له انا مش جاي انا اعصابي تعبانه وحالتي النفسيه طب قلت هو بيضحك عليا ليه وبتاع فلقيت الكابتن حسن اجادي وكابتن شوارب جالي البيت هو والمدام بتاعته وقعدنا مع بعض فقال لي انا اللي رفضت واحنا عايزين نبقى مع بعض كلنا ومفروض تفرح اللي انا برفض اللي انا مش عايز استغنى حد من جهازي عايزك انت وكابتن شوقي وعايز احمد سليم عايزين كلنا مع بعض نكمل المشوار كلنا مع بعض وريحني طبعا نفسيا وبتاع وسافرنا رحنا دبي وطلعنا على انجولا ربنا كرمنا ودي قصه يعني اللي انت بتقول لي انت كنت عايز امشي وانا اثناء المنتخب كنت عايز امشي كان بيجي لي حاجات بس لما جت لي ديت قلت خلاص شايف ان انت يعني اتاخرت في قرار زي دوت ان انت تبقى الرجل الاول ولا الظروف هي اللي فرضت نفسها بص بعض النجاحات اللي في الشغل بتديك وبعد كده لما تكون شغال بياخد مساحه كويسه اصل ممكن تبقى ثالث في المنتخب وانت بتمسك قمصان وإماع لكن ثالث وبتشتغل ليك شغل يعني بيدي كابتن حسن بيديني شغل اشتغله بيديك مساحه في الشغل وكابتن شوقي واخد مساحه اكبر عشان كان مدرب عام والحمد لله انا حاسس يعني اللي انا
يعني كنت بديها على اكمل وجه وما اطلعش بره البروز بتاعي، بشتغل في شغلي بس اللي بدوني كابتن حسن، اشتغل يا حماده الجزئيه ديت، اشتغل الجزئيه ديت، وكنت امين معاه، وكنت بنتكلم، كان ليا راي في التشكيل، ليا راي في الاختيارات العامه، وبياخد اوقات بيتاخد بيها اوقات ما بتاخدش، يعني احنا بنطرح كل حاجه. كابتن حسن كان ديمقراطي في الشغل، حط يا حماده الاسماء، حط يا كابتن شوي، وكابتن حسن يطلع، ونتناقش في الاسماء كلها كمجموعه عامه وكتشكيل 11. كم مره الجهاز بتاعكم دوت جامل في الاختيارات، اختيارات اللاعبين؟ متهيألي مره واحده. مره واحده؟ كم مين بقى؟ لعيب؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ انت بتقول لي كم مره؟ قلت لك مره. هي سؤال واحد وخلاص، مش اجابه تاني. شايف ان حسام حسن كان اتفرض عليكم في 2006 ولا جه باختياركم؟ لا بص، جه باختيار، يعني انا ما كناش موجودين احنا في القعده، صدنا قال لك محتاجين قائد للمنتخب في الوقت ده في 2006، محتاجين قائد موجود، مين ومين اللي ينطبق عليه الشروط في مصر؟ ده مين حسن. اللي قال؟ يعني كابتن حسن جه قعد معانا، هو قعد مع كابتن سمير زاهر وكان مجلس الاداره، واقترحوا يبقى بيدوروا، يعني ايه، كله بيفكر مهمومه بالمنتخب، عايزينه ينجح. طب المنتخب دوت ناقص له قائد، ناقص له مش عارف ايه، نقعد نتكلم. فجه الاختيار. ابو تريكه ما كانش قائد؟ لا كانش لسه، كانش لسه، ما كانش لسه، لا كان لسه، كان لسه، لا. فكان حسام بيلعب لسه وبينتج في الملعب وكان بيأدي بشكل كويس مع الانديه، فجبنا حسام حسن كان قائد للمنتخب، وبرضه حاجة كبيرة، اسم كبير طبعا. كابتن هسألك سؤال وتجاوبني فيه بصراحة، يعني وبلاش يعني انت، انا سايبك من الصبح يعني، مش عايز اكلمك. بالظبط. يعني هل مثلا في الفترة اللي كان جمال مبارك وعلاء مبارك مقربين جدا للجهاز الفني للمنتخب كانوا بيتكلموا في التشكيل، كان بيجي ياخدك مثلا حد منهم يتكلم في رأيه في لعيب معين، طب ليه ما بتاخدوش لاعب معين؟ استحالة خالص. ناس محترمة جدا جدا يعني، وكان أصدقاء لينا والحمد لله كان، بس اللي أعرفه إن هم دخلوا في أزمة أحمد حسام ميدو. دخلوا كانوا عايزين يرجعوه؟ إن هم كانوا عايزين يرجعوه؟ لا خالص. لا اللي أعرفه إن هو تاني يوم الواقعة إن علاء مبارك جابه من إيده واعتذر لحسن شحاتة في التمرين. لا أنا أحكي لك القصة يعني. اتفضل. كان عندنا تاني يوم التمرين استشفى. هو بس يعني على ذكر الواقع قبل ما حضرتك تحكي القصة، هو أنا عندي سؤال محيرني كل ما بشوف الواقع ده، هو ليه الجهاز المعاون اتأخر في إن هو يعني يدخل في النص يحل المشكلة قبل ما يحصل صدام ما بين ميدو وحسن شحاتة؟ كنت عايزين تولعوها؟ لا، لما تيجي تقوم تعمل تشد ده وتشد ده يبقى في خناقه حصلت. طب ما هي في خناقه؟ لا ده هو الراجل بسم الله ما شاء الله، هو كان خارج. بص اقول لك، هو كان خارج لما حسام حسن جري عليه سخن اكتر. يعني حسام يعني اللي سخنه. الحكمه اللي انت، هو الطبيعي جدا بيحصل، ما بيحصل معانا برضو لعيب خارج مش مبسوط بالتغيير بتاعه. ده طبيعي يعني، في لعيبه تقول لك هو مغير ليه ويطلع يبرطم من كلمتين، فانت ما تنسقش، ما تنسقش معايا. لو طلع واحد بقى لا ما تزعلش يا اسلام تعالى، بتنفعل اكتر. بس في البعض يعني اتهمكم واتهم حضرتك والكابتن شوقي ان كنتوا بعتوا، والكابتن احمد سليمان طبعا، ان انتوا بعتوا حسن شحاته، يعني كنت كان المنظر كان. انت عايز تعمل خناقه النهارده؟ لا انا ما بعملش خناقه والله. يا راجل لا لا لا، كابتن حسن يعني راجل ليه قدر واحترامه عندنا كلنا من زمان يعني. طبعا. وساعة ما حصل، بقول لك تاني يوم كان عندنا استشفاء بعد المباراة ديت، وجي قرار من اتحاد الكرة ان ميدو يترك المعسكر يمشي يروح. يعني ما كانش قرار مين يبلغ القرار؟ قال لك حماد صيدي هو اللي بلغ ميدو. انا اللي بلغته بالقرار. وبعدين وصلنا لصيغة ان حسام يمشي، بس يبقى متواجد معانا في المباراة النهائية. ويحتضر لكابتن حسن فوافق يبقى موجود في المباراه النهائيه معانا في المدرج. لا قول لي، لما دخلت على ميدو وبلغته بالقرار عمل ايه؟ كان رد فعله؟ لا هو منتظر طبعا، كان منتظر في قرار. المنظر كان وحش جدا. وميدو لا قال لك ايه وقتها؟ ورد فعله كان. لا يعني هو قال خلاص مفيش مشكله، بس لا انا يعني لازم اقعد واحضر النهائي وبتاع، فاتكلمنا في اللي هو يقعد يحضر النهائي.
يعني ما كانش قرار لا جهاز فني ولا اتحاد كوره. يعني اللي اعرفه حسب معلوماتي ان هو عمل مشكله وقال وقتها ان انا مش همشي من المعسكر ولازم اكون موجود في النهائي. لا لا كنت موجود. لا 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 خالص. لا والله العظيم لا خالص. بص ميدو ينفعل وبينزل على الفاضي يعني بعد كده تلاقيه هدي وراق وكل حاجه وحس بخطأه. ما هو في لعيب بقى منفعل وقتها ويغلط يجي بقى تاني يوم تلاقيه هدي ايه اللي انا عملته ده؟ ده اللي عامله ميدو. لو شاف المنظر مش كويس بعد ما هدي وكان متقبل اي قرار اي قرار كان متقبله. شايف ان تجربه بدليل هو طلب استاذنكم انا عايز احضر النهائي مش هقدر اسافر انجلترا لازم اقعد احضر اخر ماتش واقعد في المدرج وقعد واستلم ميداليات معانا وكل حاجه. ايه القرار اللي وقتها يعني برضو من ضمن كان الجهاز بتاعكم معروف ان بيخوض معارك زي مثلا موضوع عصام الحضري واصراركم على ان هو يكون موجود رغم ان هو كان وقتها مشي او يعني حسب ما قيل وقتها ان هو دي بعد كده مشي من النادي الاهلي او هرب من النادي الاهلي وراح سيون. هل انتوا كان وقتها يعني بتفكروا ان عصام الحضري يكون موجود علشان هو الاصلح وفي نفس الوقت مش في دماغكم موضوع النادي الاهلي ومش في دماغكم ازماته مع النادي الاهلي؟ انا عايز افتكر الواقعه بنفسها اللي هي لما هرب راح سيون وبتاع. بص انت كمنتخب يعني في لعيبه كتيره جدا في مشاكل في الانديه في يعني انت منتخب مصر دي اصلح حاجه عندك واحسن حاجه عندك موجوده. يمكن التوقيت نفسه لما رجع كان توقيت خاطئ لما جه لعب ماتش الارجنتين كان لسه الدنيا سخنه يعني لسه. لكن ارجع بالتاريخ كله في لعبة كتيره جدا هربت من مصر وسابت النادي ومن غير ما تاخد اذن وراحت لعبت ورجعت على منتخب مصر بس الناس بتنسى. يمكن عصام كان عشان قيمه وكان منتخب مصر ونجم فكان الاضواء مسلطه وجبناه زي بتقول ايه بعديها على طول. فكان انا كنت شايف التوقيت طبعا كان خاطئ وقتها. تنصحه ان هو يكمل في الدوري ولا يكمل في مع الاسماعيلي ولا يعتزل؟ لا يكمل. انت ما تشوفش عصام الحضري الماتشات اللي فاتت دي ده غريبه جدا. عقدني في ماتش وادي دجله كده طلع كده طلع. لا طالما قادر وبيأدي يكمل طالما يعني الجهاز العصبي والبدني كل حاجه عنده مداله استجابه في كل حاجه رد الفعل لا هو يكمل طبعا. كابتن يعني لسه ما اقدرش اقول لعصام الحضري ايه هسالك سؤال ويا ريت برضه تجاوبني بصراحه. فكره ان انتوا كنتوا بتروحوا كجهاز بتستعينوا بمشايخ وبتستعينوا بدجالين قبل وما تردد في الموضوع دوت ايه حقيقه دوت؟ انت بتقول ما تردد ولا انت بتتكلم عن يقين اللي احنا كنا بنعمل لا كده. انا بقول لك ما تردد وان كان هو بيتقال انتوا بتكسبوا البطولات عشان المشايخ اللي بتروحوا لها والناس اللي انت والشيخ المغربي والشيخ السوداني والشيخ العراقي والعرافين وان انتوا كنتوا بتؤمنوا بالامور ديت. فانا بسال حضرتك في اللي كان بيتقال دوت. طيب اجاوب يعني؟ والله عايز تجاوب. طب ما رحناش كاس العالم ليه؟ الشيخ ما كانش موجود. ده كلام جهل طبعا. يعني حد يردد الكلام ده؟ ده جاهل. جاهل خلاص ما ده رد يعني ما اقدرش اقول كده يعني. لا يعني فكره ان برضو يعني حسب ما يعني كلمنا او بنسمع برضو في الدوري دلوقتي ان بعض المدربين مثلا بتستعين بدجالين عصام الحضري نفسه اتقال عليه ان هو بيستعين بدجالين. انا برفض الكلام ده تماما. مفيش ولا مدرب على مشوارك حتى كلاعب انت فكر بس في الموضوع ده انت فكر اللي بيقولك برد الكلام دوت يبقى ده معلش ما عندوش علم مش عارف حاجه. لو الكلام ده حقيقي ما كل واحد بقى كان بيه كل حاجه حلوه في العالم اروح كاس العالم واكسب بطولات ولا انت مش معايا؟ لا مفيش مدربين بتؤمن بده. في ناس ممكن يكونوا يعني مخها رايح لكده يفكر مثلا يقول لك انا بتفائل بالحاجات ديت بتفائل مش عارف بايه بيجي له حاجه استقرار نفسي شويه. لكن الجهاز بتاعكم ما كانش بيه لا خالص لا. ولا مره رحت انسى خالص ولا انت تعرضت مثلا وانت قاعد في افريقيا يعني بالسبع سنين اللي انت كنتوا بتسافروا او لا بنتفرج على حاجات غريبه قدام لا ما دخلش عليك مره مثلا
لا انا مره واحد كلمني وانا في سموحه في اثناء واحد حتى جاي على الفايبر بيقول لي انا الشيخ مش عارف مين من السنغال والشيخ مش عارف مين ومين اداني نمرتك وهو مش عارف ايه. طب مين اداك نمرتي؟ لا ده احنا بنساعد واحنا. تقول لا مع الف سلامه انا مش بتاع الحاجات دي خالص. يعني اتعرض عليك؟ اه. ولا كان حد مسؤول بعته لك؟ حد زقه بقى حاجه ما تفهمش انا الحاجات العبيطه دي يعني. اه بس انت كنت بتؤمنوا بالتفاؤل والتشاؤم كده؟ مين؟ انت ما بتؤمنش بده خالص يعني؟ انت راجل لو انا راجل لو القميص اللي انت لا لا خالص انا خالص. كنت بعمل حاجات غريبه جدا يعني. مثلا كنا نكسب مثلا في النادي مثلا ماليش دعوه بالانتقال في النادي بنكسب يقول لك الترينج ده بتاع المكسب. طب عندنا بقى الماتش الجاي هنغير يعني مثلا حازم الهواري يقول لك البدله بتاعه 98 اللي هي بتاعه بوركينا فاسو تميمه ليه؟ آه. هو يعني تميمه ليه؟ هو حابب يعني بيفكر في كده. دي تميمه حلوه وشها حلو عليا عنده. لكن انت ما بتؤمنش بده خالص يعني. يقول لي ده انت كويس كنت لابس القميص ده في الماتش انت اللي كسبته. آه. ممكن اروح القميص ده اقطعه وارميه. كابتن هو ليه اسم حماده صدقي اسم مختار مختار اسم ربيع ياسين ما بيطرحش في النادي الاهلي او العمل في النادي الاهلي؟ ما اعرفش السؤال ده ما اجاوب عليه. اقول ايه؟ ما اعرفش طبعا. ممكن هل عشان العلاقات؟ لا الحمد لله اسمي اتطرح قبل كده في حاجات كتيره في النادي الاهلي. في امتى طرح؟ بس يعني على المواقع مش ما فيش حد مسؤول بيكلمك. بس دي مش مشكلتي انا او ما تزعنيش ما تزعنيش حدش بيكلمني عشان النادي الاهلي. هل ده عشان علاقات ولا علشان ايه بالظبط؟ لا السؤال ده ليهم هم مش ليا انا يعني. السؤال عند الناس وانا ما بزعلش يعني. ما بزعلش ان حماده صدقي ما ترشحش للنادي الاهلي خالص. ما بزعلش خالص. لا خالص شرف ليا طبعا. هي ازمه النادي الاهلي دلوقتي في ايه؟ بص انا ما بحب يعني. ممكن لو انا في موقع غير الموقع ده ممكن اتكلم على ازمه النادي الاهلي وازمه. طب ما غير المواقع. اه لكن طالما انا بقى مدرب يعني تيجي تقعد. لا طالما انا مدرب في الدوري والنادي دوت منافس ليا زي ما تيجي تتكلمي على سموحه ما اقدرش اتكلم. هل على هي سموحه جريده بس كابتن ولا ما اقدرش اقول يعني ما اقدرش اتكلم ازمه النادي الاهلي. انا كمدرب ما اقدرش اتكلم على جريده برضه. اللي يكلم الناس المسؤولين في النادي الاهلي الناس النقاد يتكلموا ويشرحوا. لو انا محلل بره ما بشتغلش مدرب بشتغل محلل هبتدي احلل الفريق هبتدي احلل المدرب ده بيشتغل ازاي. شايف ان الازمه في جريده بس؟ ما والله مش عايز اجاوب على يعني في مش عايز اتكلم على المدرب مش عايز اتكلم على النادي الاهلي. في هو شايف يعني النادي الاهلي اقدر والمسؤولين اقدر لو يقولوا ايه المشكله اللي عندهم يحلوها ازاي يعملوها ازاي حلوها. بس انا بكلمك فنيا. فنيا برضه ما هتدخلنا هو ده اخش يعني اكلم على جريده واكلم على اللعيبه. ما هو جريده مشي يعني حسب ما هو انا بكلمك في الاعلام مثلا. انا يا كابتن حمله مجلس الاداره اقاله فبالتالي حمله ما كانش في علاقه طيبه مع اللاعبين. اللعيبه برضه حملته. هل هو اللي كويس ده بتجاوب اهو؟ لا ما انا بص يا انا معلش عندي قناعه يعني. انت شايف ان جريده هو اللي عندي قناعه ما اقدرش اتكلم على مدرب زي ما اقدرش اتكلم على نادي. لا يعني الصفقات. طيب يا كابتن انا رفضت حل الدوري المصري رفضت. شايف ان الجمع ما بين ان انت لا بتضرب. انا لو انا بره ما يعني بشتغلش في نادي احلل واتكلم وانقد يعني الحمد لله عندي المقدره اتكلم على كل حاجه. لكن طالما انا شغال مدرب في الدوري المصري ما تقوليش مثلا ايه رايك في فلان المدرب كذا. ما ينفعش. لو اتعرض عليك التحليل في الجزيره القطريه توافق ولا لا؟ وافق ما فيهاش. لو انا يعني حابب هبوافق طبعا. ما عندكش مشكله في فكره ان البعض يقول لك لا سياسيا في مشاكل وبالتالي انا ما اروحش احلل يعني. انا يعني افكر فيها طبعا كويس ادرسها كويس ماديا ادبيا. تحب الفلوس بشكل العام؟ لا وانت تروح يعني انت جاي هنا جالس اتكلم. لا مش حكايه حب الفلوس. لازم تقيم كل حاجه. انت بتتعب هل الموضوع دوت هيزودك معنى يعني اسما هتزيد فيه؟ هل المقابل المادي مجزي بالنسبه لك؟ لا انا اسيب تدريب واروح اشتغل محلل مش في حسابات اللي انت بتحسبها؟ كل واحد بيختار الاصلح لنفسه. لكن مش فكره السياسه ديت ما بتحبش انت تدخلها خالص. لا ما بحبش السياسه خالص يعني الا لو في حاجه
اتجاه دولة، يعني اتجاه الدولة في مصر محتاجه، لا يبقى لا خلاص مش هطلع انا ضد الدولة، انا مع الدولة. يعني توجهات الدولة ايه؟ بحب مصر، يعني ما اقدرش اروح حتة مثلا في عداء بيننا وبينهم، ما اقدرش اشتغل حسب ما يكون الاتجاه الدولة طبعا وقناعاتي وفكري، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ لازم انا افكر برضه. كابتن حماده انا بشكرك، شرفتني، واتمنى ان يكون الحوار يعني نعمله جزء ثاني، نعمله جزء ثاني ان شاء الله. لا ما كنتش يعني رخم مع حضرتك فيه. انت رخم من زمان معايا. ربنا يبارك بس بحبك، ما اقدرش استحمل. الله يخليك، ربنا يخليك. بشكرك كابتن حماده. بشكرك. بشكر كابتن حماده، وان شاء الله الاسبوع الجاي نلتقي بحلقه جديده. سلام.